في تصريح لوزير الداخلية الجديد في حكومة عادل عبد المهدي ياسين الياسري، اعترف الوزير قائلا بأن بعض الدوائر الأمنية تبتز وتقوم بإهانة المواطن من أجل إنجاز معاملاتهم. دعونا نشاهد تصريح وزير الداخلية ياسين الياسري. احنا عندنا معطيات في بعض مؤسساتنا الأمنية وفي بعض دوائرنا الخدمية انه اكو سوء خدمة للمواطن. مواطن ده جاي يتأذى ويتعب، وفي بعض الأحيان يهان، وفي بعض الأحيان يتم ابتزازه خاطر تخلص معاملته. احنا هذا الموضوع حقيقة ما نقبل به.